بداية أحيي المنبر الإعلامي الإلكتروني ريفتو داي لمواكبته الحراك الشعبي بالمغرب وخصوصا بالمنطقة منذ سنين. لا سواء يتعلق الأمر بحركة 20 فبراير، لا سواء بالمعطلين، ولا سواء بكل على المستويات الأخرى الاجتماعية والثقافية والسياسية والفنية. كذلك جميع المسائل تتعلق خصوصا المنطقة بالريف. اليوم سنكون قد مر على بداية الحراك الشعبي بالمغرب 3 سنوات، ولن أسميها الذكرى الثالثة بل سأسميها 3 سنوات من النضال والصمود، 3 سنوات من الاستمرارية رغم كل التضحيات الجسام التي قدمها مجموعة من الخيرات شباب المغرب من معتقلين وشهداء وضحايا القمع والحصار وغيرها. سأقول بأن 20 فبراير هي حركة شعبية بامتياز، تقودها ليست لديها قيادة وليست لديها بل نعتبر كل الجماهير الشعبية هي قائدة لهذا الحراك الشعبي، على اعتبار أنه من بين مطالبه الرئيسية هو إسقاط الفساد والاستبداد الذي نعاني منه منذ عقود طويلة، ضحى من خلاله مجموعة من خيرة المناضلين والمناضلات الشعب المغربي من الستينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات إلى يومنا هذا. إذن سنقول ليست الذكرى الثالثة بل 3 سنوات من الصمود والاستمرارية إلى حد الآن، لأن مجموعة المواقع ما زالت تستمر في ذلك. إلا أن مثلا حركة 20 فبراير في الوضع الحالي، حركة 20 فبراير في الحسيمة تعاني مجموعة من الأمور، من بينها أن هذه المحاكمات الفلكية التي تلقاها مجموعة من الشباب المنطقة من 12 سنة 6 سنوات 5 سنوات 4 سنوات جعلت مجموعة من الشباب يتراجعون بترهيب ديال الدولة والتخويف وهذا الحصار والقمع، وعلى اعتبار أن المنطقة تعاني من عسكرة مهولة من طرف الدولة. وهذا لا يثني هذه الحركة أو الجماهير الشعبية من الاستمرارية في النضال، وسواء لا يتعلق الأمر بالإطارات الحقوقية والسياسية التي نعرف عليها أنها تناضل منذ زمان، ولا سواء ما يتعلق بالحركات الاجتماعية الأخرى كالمعطلين وغيرها. إذن نكون قد مر 3 سنوات منذ انطلاقة الحركات 20 فبراير. المسألة المهمة هو المتعلق بملف الشهداء. ملف الشهداء حاليا نعرف أن ملف الشهداء هو في سائر في طي النسيان، على اعتبار أن هناك جهات قضائية أرادت من هذا الملف أن تجعل منه واحد الملف اللي ممكن أننا لا نعرف عليه شيئا من هذا القبيل، على اعتبار أن لا يتوفر على مجموعة الأدلة وغيرها، إلا أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في وفاة وفي استشهاد هؤلاء الشباب أولا وأخيرا. ثانيا كذلك يتحمل كل من شاهد الأحداث والوقائع عن قرب، لأنه لا يريد أن يدلي بشهادته التي ستساعد الهيئة التحقيق وكذلك المحامين الدفاع من الوصول إلى الحقيقة. وبالتالي أناشد كل من شاهدوا هذه الأحداث وشاهدوا الشهداء، سواء ما يتعلق بالمعتقلين الذين كانوا شاهدوا الشهداء إبان وجودهم في المخافر الشرطة، والذين شاهدوا أن الحريق قد ضرب للمرة الثانية في الوكالة البنكية، الكل يتحمل المسؤولية إذا كان لدينا ضمير، لأن هؤلاء الشباب ضحوا بحياتهم من أجل الكرامة والحرية والانعتاق. وبالتالي أناشد كل جماهير الشعبية، كل ساكنة ديال المنطقة، على الوقوف والوحدة، وكفانا من التفرقة وكفانا من التشتت، لأن هذا كله يصب في مصلحات المخزن. ولهذا أقول بأن كل المناضلين وكل الضمائر الحالية على توحيد صفوفهم ورص الصفوف لمواجهة هذه المخططات الصفوية التي تحك على الشعب المغربي وعلى المنطقة بالخصوص، وكذلك لإيجاد حلول بديلة تنظيمية ونضالية لمواجهة هذه
والدفاع عن المكتسبات التي اكتسبها الشعب المغربي. وفي الأخير أحيي كذلك المرة الثانية المنبر الإعلامي ريف توداي على مواكبته كل الأنشطة السياسية والثقافية والفنية التي تمر منها المنطقة، وتحية نضالية واستسمحي.